عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد في وصفه جديده. اول حاجه ناخذيني من وقت لوقت مصرفه على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وصفتنا اليوم باش تكون القشطه المنزليه بطريقه سهله واقتصاديه، ونجم نستعملوها في جميع الحلويات كسواء نتاع سهريه رمضان والا حلول عيد، وخاصه البقلاوه. حتى البقلاوه التركيه راهي تنجم تجيب القشطه هذه. اول حاجه المكونات باش نبداو بها كيف ما تشوفوا بالكاس الصغير هذاك نتاع التاي. ناخذوا 3 كيسان حليب كما تشوفوا، حليب بارد من الفريجيدير. نكيلوا 3 كيسان بالكاس هذاك. بالنسبه لكم اذا باش تعملوا مثلا نقولوا نحنا يعني كميات كبيره، تنجموا تضاعفوا الكميه، تنجموا تعملوا مثلا 6 كيسان نتاع حليب. انا عملت كميه صغيره خاطر باش نستعملها في الحلو وباش نخباها نستعملها مره اخرى. لهنا استعملت كاس غير ربع سميد متوسط اللي نعملوا به البسبوسه. نخلطهم هذوما بالباهي كما تشوفوا، ومن بعد باش نحطهم فوق الغاز نطيبهم كيما الكريم باتيسير، لين الخليط هذاك يخفار يعني يولي عاقد. وبعد باش نكملوا نحطوا له مكون اخر اللي هو المكون السحري والرئيسي باش يبنن لنا القشطه هذيا. وكيف ما قلت لكم هي قشطة منزلية واقتصادية بالأساس، خير من تقعدوا تشروا في القشطة من برا بكل حسبة، وخاصة حتى لهنا في تركيا متوفر لمحالة، أما راهي غالية ما تنجمش يعني تشري كونتيتي كبيرة باش تستعملها في الحلو. كونش باش تستعملها مثلا نقولوا نحن فطور الصباح باش تخلطها بالعسل، هذيك حاجة أخرى. وعلى فكرة القشطة راهي عمرها ما تجي حلوة، راهي تجي مطعمها كيما مطعم الحليب والا مطعم الزبده، راهي ما تجيش حلوه. اللي باش يسال مثلا علاش ما حطيت السكر ولا حاجه، ما نحطش سكر خاطر القشطه عمرها ما تكون حلوه. كيف ما شفتوا تحريك مستمر، عباره باش نطيبوا كريم باتيسير كيف ما تشوفوا، ديما التحريك مستمر لين تحصلوا على خليط خاثر تخثر لنا يعني القشطه هذيا. وفي نفس الوقت يعني بعد ما تطيب تبدا تبقبق كل الفقاعات اللي تخرج منها هذيك، نعرفوا اللي القشطه نتاعنا راهي طابت سيي. كيف ما شفتوا ديما التحريك مستمر، ما نقصوش عليه باش القشطه نتاعنا ما تشدش في القعر نتاع الطنجره، خاطر احنا حاطين حليب وسميد. كيف ما قلت لكم الكميه راهي صغيره، كيلت 3 كيسان حليب عليهم كاس غير ربع سميد متوسط نتاع البسبوسه، والكيسان هما الكيسان الصغار نتاع التاي التركي موجودين يعني متوفرين في تونس متوفرين، ما تقولوا ليش لا خاطر نعرف اللي هما متوفرين ديجا انا في دارنا عندي منهم. كيف ما تلاحظوا الخليط نتاعنا بدا يخفر يعني بدينا نتحصلوا على القوام اللي حاجتنا بيه بشوي بشوي، بطبيعه لازم يخفر اكثر من هكا باش يعطينا القوام نتاع القشطه اللي تبدا خاثره. القشطه هذه كيف ما قلت لكم تنجموا تستعملوها في جميع الحلويات، راهو سواء تكون قطايف والا تكون كنافه والا بقلاوه، يعني تنجموا تستعملوها في برشا حلويات. حاجه باهية على الاخر واقتصاديه وسهله وفي ساعه تحضر. هذا الخليط كيف ما تشوفوا بدا يخثر، نخليه لين يزيد يخثر شويه ويبدا يخرج فك الفقاعات هذيك كانه بدا يغلي، وبعد باش نطفي عليه ونزيد له المكون الاخير والاساسي. كيف ما شفتوا هذه القشطه نتاعي بدات تبقبق نقولوا نحنا، كيف ما شفتوا لهنا في المرحله هذه باش نطفي عليها، طفيت الغاز وباش نصب عليها تقريبا 100 مليلتر كريمه سائله او كريمه الخفق. الكريمه هذه لهنا في تركيا يسموها الصوفي كريمه، فما الماركه هذه وفما ماركه دوست ماركه بهين وفما زادا اتشيم. 100 مليلتر الكريمه الطازجه هذيا نقولوا نحنا الكريمه الخفق اللي نستعملوها في الجاتو ولا نستعملوها في التشيز كيك، نصبوا تقريبا نص الكميه يعني هو الباكو فيه 200 مليلتر، انا باش نصب 100 مليلتر اكاهو يعني تكفيني الكميه هذيا نتاع 3 كيسان حليب وكاس غير ربع سميد. نخلطوا بالباهي لين يتجانس الخليط هذاك بطبيعته، وبطبيعه وقت اللي باش تبرد باش تزيد تخثار اكثر. تو تلاحظوا الخليط من بعد ما خلطوا باش نصبوا في حاجه اخرى ونخليه يبرد في عقله. تو تشوفوه كيفاش التوام نتاعو، ماهو شكل الجيري ولا حاجه، ما تخافوش منها كي تصبوا فيها الكريمه هذيك الكريمه السائله، راهو ماهوش يولي جيري ديريكت تخلطوه يرجع يخثار الخليط ما تخافوش. كيف ما شفتوا هذا الخليط نتاعنا خثار،
وبالطبيعة باش نصبه في حاجة أخرى ونخليه يبرد. هذا الخليط نتاع الخضار، هذا هو الخليط نتاع القشطة نتاعنا، سهل وما فيه شيء وفي ساعة يحضر. باش نصبه في حاجة أخرى بالطبيعة ونخليه يبرد، ومن بعد نحطه في حاجة أخرى يعني نخبيه في الفرجيدير. وقت اللي باش نستعمله في حاجة حلوة نستعمله، كسوة تكون كنافة وإلا قطايف وإلا بقلاوة، كل واحد شنو يحب. هذه هي القشطة متاعنا حاضرة كيف ما تشوفوا. إن شاء الله الفيديو عجبكم وإن شاء الله استفدتوا منه، وإن شاء الله يا ربي كل حاجة كانت واضحة في الفيديو هذية. استنوني في وصفة جديدة اللي هي باش تكون الكنافة بالقشطة. نتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. شهية طيبة وفي أمان الله.